السلام عليكم، ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هيا يا اولاد، في البدايه نبدا يومنا بالتاريخ بالنتيجه. النهارده ايه يا اولاد؟ النهارده 25. 25 من ايه؟ 25 من فبراير. فبراير ده شهر ايه؟ فبراير ده شهر 2. طب احنا في سنه كام؟ سنه 2021. طب يا اولاد ايام الاسبوع كام؟ 7 ايام. ايام الاسبوع كام؟ 7 ايام. يلا نقول مع بعض: السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة. طب شهور السنة الميلادية كم شهر؟ 12 شهر. يعني نقولهم مع بعض: يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. شهور السنة الميلادية يا ولاد برضه 12 شهر. نقولهم مع بعض: محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. واربعين. واربعين اللي بقوله يا ولاد اكتبه. بعد 43 4 واربعين. ها بعد 44 5 واربعين. ها بعد 45 ايه؟ 6 واربعين. واربعين بعد 46 7 واربعين. بعد 47 8 واربعين. بعد 48 9 واربعين. خمسين. حسنتم، برافو عليكم يا ولاد. بعد كده السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ اكتب العدد السابق والعدد الثاني. واحنا يا ولاد عرفنا واحنا مثلناها على خط الاعداد لما كنا بنلعب. ده رقم يا ولاد كام؟ 5 و4. 5 و4. نبص هنا على الجوده. ها السابق يا ولاد اللي قبل الرقم، السابق هو اللي قبل الرقم. هنا 45، هنا فين 45 اهي؟ طب فين السابق؟ فين السابق؟ ها يبقى كام؟ 4 واربعون. 4 ايه؟ واربعون. طب بعد 45 ده التاني، بعد 45 التاني. ها بعد 45 هتبقى 6 واربعون. طيب ده رقم كام يا ولاد؟ 9 واربعون. فين 9 واربعون هنا على الجودة؟ اهي. ها فين السابق؟ اللي قبل الايه؟ السابق اللي هو قبل الرقم يبقى كام؟ 8 واربعون. طب التاني اللي بعد ايه؟ اللي بعد الرقم. ها بعد 49 بكام؟ 50. برافو. هنا يا ولاد هنا الجمع. ها النقود يا ولاد، درس النقود بتاعنا: 1 جنيه زائد 1 جنيه هيدونا كام يا ولاد؟ جنيه زائد جنيه. 1 و1 هيدونا كام؟ بعد الواحد ايه؟ 2. 1 زائد 1 يدينا 2. برافو. هنا 5 جنيه زائد 1 جنيه، 5 جنيه وجنيه. بنحط الكبير فين يا ولاد؟ في مخنا، والصغير على ايدينا. ها بعد الخمسه اللي في مخنا، بعد الخمسه ايه؟ ها برافو. 6. احسنتم، تمام. جنيه زائد 5 جنيه، جنيه الكبير العشره ولا الخمسه؟ طبعا العشره. نحطها فين؟ في مخنا، والخمسه على ايدينا. هنقول بعد العشرة كام؟ 11، 12، 13، ها 15. احسنتم، 10